حالة أخرى وثقها ناشط عراقي لطفل عراقي يعمل حمالاً، ويقول إن هذا الطفل وغيره بسبب الحكومة وصلوا لهذا الحال، وهم يتحملون كل أي الحكومة كل ما يحدث للأطفال والفقراء بالعراق. فلنشاهد. أعضاء، وزراء، مدراء، مسؤولين، شخصيات، تروحون فدوة لنعال هذا بعربانة. هذا شوفوه، هذا اللي هو أبوه انتخب في مصعدكم. هاي درجة الحرارة فوق 46، وهذا الجهاز شوفه، هذا الجهاز، هذا لا يجي مواطن يسبه، ولا واحد يتعالي بالصلاة، ولا واحد يكرهه، ولا واحد يقول هذا حرام وابن حرامي، هذا شريف ابن شريف. تروحون فدوة لنعال، هذا شوفه هذا اللابسه، تروحون فدوة لتراب رجلي. كل مسؤول عراقي ما خدم الوطن يروح فدوة لنعال. شوفوا هذا يا خياس، شفت لك طفل إماراتي عربانته، هو طفل سعودي، طفل خليجي، طفل من دول هاي الدول، وإحنا ظالين بعربانة والكدميس والجداحات من وراء هالزمرة الخياس دول الكلاب. هسه هذا ولا غيره ولا هواي مثله، خطيتهم برقبة يا رئيس، برقبة يا حيوان من هاي الحيوانات اللي صعدناها.